وللحديث أكثر حول أسعار النفط ينضم معي هاتفيا المختص في شؤون الطاقة والنفط المهندس عماد الرمال. أهلا بك سيد عماد. يعني بداية دعنا نتحدث حول المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط في العالم، هل هو منطقي في هذا الوقت ولماذا؟ تحية طيبة. حقيقة الآن 3 أسابيع من الارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط حققها خام برنت بعد اجتماع أوبك بلس الأخير. الارتفاعات كانت مدفوعة في التفاؤل في الطلب العالمي في المستقبل وخطة التحفيز التي سوف تبدأها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، بالإضافة إلى عوامل أخرى كانخفاض سعر الدولار وانخفاض المخزونات النفط العالمية في منظمة الدول الاقتصاد والتجارة العالمية. كل هذه كانت هي التفاؤل الذي دفع الأسواق للارتفاعات. الآن سعر برنت عند 55 دولار يعتبر هذه الأسعار أسعار ممتازة في ظل أساسيات السوق الحالية، وكان من الطبيعي أن تنخفض أسعار النفط خلال الأسبوع الثالث بعد ارتفاعات متواصلة. نعم، لكن يعني توضيحات أو تصريحات المملكة فيما يختص بالأسواق النفطية حينما أكدت بأنها ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك بلس لدعم استقرار أسواق النفط، كيف سيكون يعني تأثير هذا التصريح على الأسواق النفطية؟ التأثير كان واضحا على الأسواق النفطية بعد إعلان المملكة عن تخفيض طوعي بمليون برميل يوميا ابتداء من الشهر القادم والشهر الذي يليه. رأينا كيف تفاعلت الأسواق وارتفعت. أساسيات السوق كما ذكرها سمو وزير الطاقة هي أساسيات ضعيفة في الوقت الحاضر، العرض والطلب في ظل جائحة كورونا وارتفاع المخزونات النفط العالمية هي ضعيفة، لكن ما يدفع الأسعار الآن للارتفاع هو التفاؤل والزخم الذي أعطاها إعلان المملكة بتلك التخفيضات الكثيرة. نحن نعرف الآن أن التخفيضات ما زالت عند أعلى مستوياتها خلال السنة الحالية منذ اجتماع أوبك في أبريل الماضي عند 8,200,000 برميل يوميا، وهذه تخفيضات تاريخية جدا. فالأسعار الآن طبعا هي تفاؤل مستقبلية، لكنها سوف تكون مرتبطة بما سوف يحصل خلال الأشهر القليلة القادمة من انتشار اللقاحات كورونا وما مدى استمرار الإغلاق في بعض الدول العالمية. نعم، لكن كيف أيضا ساهمت المملكة بحكم دورها المهم في العالم ومنظمة أوبك، كيف ساهمت في استقرار السوق النفطية؟ المملكة هي محور توازن أسواق الطاقة في العالم. مساهمتها حقيقة هي 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 الركن الأساسي في ذلك. عندما نقول ذلك لا نقولها مجاملة لأننا نحن الآن في على قناة إخبارية سعودية، لكن هذه الحقيقة التي يشهدها العالم. الدور السعودي في هذه في ظل الجائحة وما الصدمة التي تلقتها الأسواق في ظل جائحة كورونا وانخفاض الطلب والإغلاقات العالم كانت مشهودة وسيذكرها لها التاريخ بكيف أنها جمعت العالم أجمع، وليس أوبك وأوبك بلس بل جميع الدول المنتجة للنفط وتوصلت إلى ذلك الاتفاق في خفض الإنتاج وقادت الأسواق في السنة الماضية. نحن الآن نتحدث عن المستقبل، وأنا شخصيا حقيقة متفائل خلال النصف السنة الحالي بأن تعود الأسعار كما كانت عليه قبل جائحة كورونا. نعم، لكن في هذه المراحل يعني لماذا دائما العالم ربما يعتمد على تأمين المملكة لأسعار النفط في هذا الخصوص؟ لأن المملكة هي القوة الوحيدة في العالم التي تمتلك احتياطي كبير جدا. لا يوجد قوة في العالم لديها هذه الكمية الكبيرة من الاحتياطيات. المملكة نذكر تمتلك احتياطي يزيد عن 4 مليون برميل يوميا، لا يوجد. نحن الآن في الفترة الحالية رأينا كيف الاجتماع السابق كانت روسيا وهي تنتج 11 مليون برميل يوميا كيف تطلب بزيادة 70,000 برميل، وهذا يدل على ما مدى قوة المملكة في استخدام قدرتها من الاحتياطيات في توازن أسواق النفط العالمية. نعم، بالتأكيد، شكرا جزيلا لك المهندس
عماد الرمال، شكرا جزيلا.